بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة في الله، ها هو شهر رمضان المبارك لم يكد يبدأ حتى اقترب من الانتصاف، يومان فقط وينتصف شهر رمضان، ما كدنا نستقبله حتى انتصف الشهر، ما كدنا نستقبله إلا وأيام ونودعه. وهكذا العمر أحبتي في الله يمر سريعا وينقضي سريعا، لكن رمضان لأن نهاره تميز بالصيام وليله تميز بالقيام نشعر بسرعة مروره، أما سائر الأيام فإنها تمر كذلك سريعا، لكن الكثيرين لا يشعرون بمرورها حتى يكون نهاية الأجل ولقاء الله عز وجل، والناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن. وقد قضى الله عز وجل أحبتي وقدر أن يكون خير رمضان في آخره، أن يكون النصف الثاني من رمضان خيرا وأفضل من النصف الأول، وهذا ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما سنذكر. يؤكد هذا المعنى الإمام ابن رجب رحمه الله مبينا أن خير يوم عرفة في آخره، لأنها ساعة تجلي الرب سبحانه وتعالى لأهل الموقف ومباهاته بهم، وكذلك خير يوم الجمعة في آخره لأن فيه ساعة الإجابة، وكذلك الليل خيره في آخره لأن فيه ساعة التنزل الإلهي، وكذا رمضان خيره في آخره لأن في آخره ليلة خير من ألف شهر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ولذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره من الشهور، ويجتهد في العشر الأواخر من رمضان والنصف الثاني منه ما لا يجتهد في أوله، لعلمه صلى الله عليه وسلم بهذه المزية وتلك الفضيلة للنصف الثاني من رمضان على النصف الأول. أحبتي في الله، لقد فقه سلفنا الصالح عن الله أمره، وعلموا أن الدنيا ميدانا للتنافس والسباق، سمعوا قول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وسمعوا قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، وسمعوا قول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقوله عن أنبيائه ورسله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات
ويدعوننا رغبا ورهبا، وقول نبيه صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وقوله: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك، صحتك قبل مرضك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. فكيف لو كانت كل هذه المغانم في رمضان؟ فراغ في رمضان، وصحة في رمضان، وشباب في رمضان، وحياة في رمضان. إنك قد تنافس أخي على دخول الجنة قبل بعض الشهداء، كما رأى ذلك طلحة بن عبيد الله في رجلين أسلما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما مجتهدا في العبادة أكثر من الآخر، ثم مات في معركة من المعارك قتل، نحسبه شهيدا رضي الله عنه، ثم عاش الآخر بعده سنة ثم مات أيضا ولكن على فراشه. فرأى الاثنين طلحة بن عبيد الله ورأى نفسه معهما على باب الجنة، فخرج خارج من الجنة فأذن لمن مات على فراشه قبل الذي مات شهيدا، ثم خرج مرة أخرى فأذن للشهيد فأدخل الجنة، ثم خرج مرة ثالثة فوجد طلحة بن عبيد الله فقال: وأنت لم يحن بعد، لأنه كان ما زال حيا. فتحدث الناس بذلك حتى بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وما تعجبون من ذلك؟ أليس قد عاش بعده سنة، صلى كذا وكذا صلاة، وصام بعده رمضان؟ تأملوا إخواني في هذه المنافسة، بعض من يصوم شهر رمضان ويجتهد فيه في طاعة الله قد يدخل الجنة قبل بعض الشهداء، كما ثبت وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما علم أسلافنا ذلك أحبتي في الله، وجدناهم أكثر الناس اجتهادا في استغلال أعمارهم في طاعة الله عموما وشهر رمضان خصوصا، وجدناهم مقتدين بنبينا صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد في طاعة الله عز وجل والمنافسة فيها والمسارعة إليها، قدوتهم في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان يسأل الله طاعته ويسأل الله الشوق إلى لقائه في قوله: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، بل كان يذكر الله على كل أحواله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد 70 مرة أو 100 مرة استغفارا وتوبة لله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه. وكان صلى الله عليه وسلم كثير التضرع والدعاء، وربما رفع يديه في الدعاء حتى سقط رداؤه من على كتفيه صلى الله عليه وسلم، وربما بعضنا لا يستطيع أن يرفع يديه يدعو ولو 5 دقائق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أقم الصلاة أرحنا بها. وكان إذا دخل في صلاته صلى الله عليه وسلم يسمعون لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وكان ربما قام من الليل وصلى فقرأ البقرة وآل عمران والنساء، النساء وآل عمران والبقرة في ركعة واحدة، ثم يركع صلى الله عليه وسلم فيكون ركوعه قريبا من قيامه، ثم يقف فيكون قيامه قريبا من ركوعه، ثم يسجد فيكون سجوده قريبا من قيامه وركوعه صلى الله عليه وسلم. وربما قام الليل بآية واحدة يرددها حتى الصباح، وهي قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء وكثير وعظيم الرجاء في الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان مع هذا كله ربما يأتيه الضيف ولا يوجد في بيته ماء، ولا يوجد في بيته إلا الماء، 9 أبيات يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن شيء، عن قرا يضيف به هذا الضيف، فلا يوجد في 9 أبيات إلا الماء. ويأتيه رجل من الأعراب فيسأله ويأخذ بطرف ردائه صلى الله عليه وسلم ويجذبه جذبا شديدا حتى يؤثر الرداء
في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى الصحابي أنس رضي الله عنه حمرة أثر ذلك من الحمرة في رقبته صلى الله عليه وسلم، ويقول له الأعرابي: أعطني من مال الله الذي أتاك، فليس بمالك ولا مال أبيك. فيبتسم صلى الله عليه وسلم ويعطيه، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي إبلا عظيمة 100 ثم 100 ثم 100، ويعطي غنما بين جبلين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يوقد في بيته نار شهران، كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. من منا أحبتي يستطيع أن يمضي عليه شهر رمضان على التمر والماء؟ لا يوقد في بيته نار، لا يطبخ في بيته شيء. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ربما كانت كذلك، وهو صاحب القدر الرفيع عند الله صلى الله عليه وسلم. لنعلم أن الفقر ليس عيبا، ولنعلم أن الإنسان ولو كان معوزا ولو كان فقيرا فلا يمنعه ذلك أن يتصدق وأن يرضخ بما آتاه الله عز وجل ولو بالقليل، ولنا فيه أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. ثم نسج أصحابه على ضربه ومنواله، فهذا الصديق رضي الله عنه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يوما للصدق، فيأتي بماله كله، فيقول له: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول: أبقيت لهم الله ورسوله. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فيقول: أنا يا رسول الله. من تبع منكم اليوم جنازة؟ فيقول: أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا؟ فيقول: أنا يا رسول الله. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فيقول: أنا يا رسول الله. فيقول: ما اجتمعنا في امرئ إلا كان من أهل الجنة. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أبواب الجنة، وأن من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال الصديق صاحب الهمة العالية: هل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ هل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وكان يقوم يصلي بالليل رضي الله عنه، فيمر النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع صلاته ويسمع تضرعه، بل كان ما يكاد يقرأ القرآن حتى يبكي رضي الله عنه: إن أبا بكر رجل أسيف لا يقرأ القرآن إلا ويبكي. ثم يأتي عمر الخليفة الراشد الثاني رضي الله عنه وأرضاه، ويتصدق هو الآخر بنصف ماله. يأتي عمر رضي الله عنه ويضرب به المثل في العدل حتى يحمل هم الدواب، فيقول: أخشى إن عثرت دابة أو بغلة على شط العراق أن يسألني الله عنها. بل ويتتبع الفقراء بنفسه رضي الله عنه وأرضاه، بل كان مع ذلك حريصا على طاعة الله، فكان يصلي من الليل ويرفع صوته، يوقظ الوسنان ويطرد الشيطان، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أخفض من صوتك قليلا. وكان يرى له خطان أسودان من البكاء في خديه رضي الله عنه، وكان ربما قرأ الآية من القرآن فمرض، وعاد الناس في بيته شهرا رضي الله عنه وأرضاه. ثم تكون من علو همته أن يسأل الله الشهادة وهو من أهل المدينة. وهل يأتي الكفار إلى المدينة في عهد عمر ليجالدهم ويجاهدهم فيقتل شهيدا؟ يتعجب من يسمعه وهو يدعو الله بالشهادة وهو من سكان المدينة، فيقول لهم عمر: يأتي بها الله إن شاء. وبالفعل يقتل عمر رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليلقى الله شهيدا رضي الله عنه وأرضاه من علو همته في طاعة الله عز وجل. ثم يكون عثمان قتيل الفجرة أمير البررة رضي الله عنه، الذي لا يعرف عنه الكثيرون أنه ربما قام من الليل يقرأ القرآن في آية واحدة بعد صلاة العشاء وإلى صلاة الفجر، ركعة واحدة يقرأ فيها القرآن كله رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ثابت عنه بسند حسن. ويتصدق عثمان رضي الله عنه بصدقة عظيمة في تجهيز جيش العسرة، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لا يضره ما سيفعله من شيء أبدا، لقد زادت حسناته وامتلأ ميزانه بالحسنات، فلا يضره ما سيفعله بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. ويحرص عثمان رضي الله عنه ألا يسفك لأجله دم امرئ مسلم. يأتي أبناء الصحابة وأبناء المهاجرين والأنصار
ويحيطون به زمن الفتنة، فيعزم عليهم أن يخرجوا وأن لا يقتل أحد منهم وأن لا يسفك دم لأجله رضي الله عنه، لأنه يريد أن يلقى الله شهيدا، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأبا بكر وعمر وأخبروه أنه سيفطر عندهم في هذه الليلة، وبالفعل يصبح عثمان صائما ويقتل وهو صائم رضي الله عنه وأرضاه، ويلقى ربه شهيدا نحسبه كذلك ورضي الله عنه، بل هو كذلك بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما علي رضي الله عنه فمجاهد مغوار وبطل وفدائي صغيرا وكبيرا، يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يقتل رضي الله عنه وهو خارج إلى صلاة الفجر. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أيضا كان من جاء بعدهم. فابن عمر وحسن التربية من عمر، كان لا يفطر ابن عمر إلا مع المساكين، وإن لم يجد المساكين ربما يمضي يومه ولا يفطر رضي الله عنه وأرضاه. وأما عروة بن الزبير رضي الله عنه فكان رضي الله عنه يقرأ كل يوم ربع القرآن، هذا ليس في رمضان بل في رمضان وغير رمضان كان يقرأ ربع القرآن، كان هذا ورده، حتى في اليوم الذي قطعت فيه رجله، في اليوم الذي قطعت فيه رجله ما ترك هذا الورد من القرآن رضي الله عنه ورحمه الله. وأما عبد الله بن محيريز فكان يختم القرآن في كل جمعة، وهذا كان غالب حال الصحابة رضي الله عنهم في غير رمضان، أما رمضان فالأمر مختلف. وأما عبد الله بن محيريز فكان يختم القرآن في كل جمعة، وهذا كان غالب حال الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا من أمثلة اجتهادهم في طاعة الله عز وجل ما جاء عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، فهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يأتيها 100,000 درهم في يوم من عروة ابن الزبير في غرارتين عظيمتين، فتدعو بطبق وهي صائمة، فلا يمسي الليل ولا يأتي الليل إلا وقد قسمتها كلها، فتأتي الجارية وتقول لها عائشة هل أمي فطوري هل أمي فطري، فتقول لها يا أم المؤمنين هل ادخرت درهما نشتري به لحما وخبزا، هل اشتريت لنا بدرهم لحما وخبزا نفطرين عليه، فقالت لا تعنفيني لو أذكرتيني لفعلت، لا تعنفيني لو أذكرتيني لفعلت. تخيلوا امرأة يأتي لها كل هذا المال وتوزعه وتقسمه من حرصها على الخير، تنسى أن تجعل لنفسها ولو درهما تشتري به شيئا تفطر عليه. وأما زينب رضي الله عنها بنت خزيمة فكانت لكثرة صدقتها تعرف بأم المساكين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أولكن لحوقا بي أطولكن يدا، أول كنا لحوقا بي من أهل بيتي أطول كنا يدا، فكانت زينب رضي الله عنها وأرضاها. وأما حفصة فلما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل يأمره الله عز وجل أن يراجعها، تعلمون لماذا؟ قال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. أرأيتم كيف تكون العبادة سببا في استقرار البيوت، كيف تكون العبادة سببا في خروج وزوال وابتعاد شبح الطلاق عن البيوت؟ راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. ويأتي التابعون كذلك فيجتهدون في طاعة الله عز وجل. فهذا الإمام نافع المدني رحمه الله من قراء القرآن الكريم كان يشم من فيه ريح المسك، فيقال له أتطيب حينما تقرأ أو حينما تقرأ تضع المسك والطيب؟ فيقول لا، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقرأ في في. هذه كرامة له رضي الله عنه ورحمه الله لحرصه على إقراء القرآن وتعلمه وتعليمه. قال فمن يومها ويشم من فيه رائحة المسك. وأما أبو جعفر القارئ رحمه الله فلما مات وجدوا من نحره إلى قلبه بياضا على صدره كورقة المصحف، فلم يشك من حضر أنه نور القرآن. وأما الإمام أبو بكر ابن عياش شعبة رحمه الله فلما حضرته الوفاة بكت أخته بجواره فقال لها لماذا تبكين؟ لقد قرأت انظري في هذه الزاوية، وأشار إلى زاوية في الحجرة، قال لقد ختمت القرآن فيها 18,000 ختمة،
لقد ختمت القرآن فيها 18,000 ختمة. انظروا ماذا أعد هؤلاء للحظة السكرات، انظروا ماذا أعد هؤلاء للقاء الله عز وجل. أعلم أخي أن ظروفنا تختلف وأن أحوالنا تبدلت، ولكن هل الذي يجلس يتابع المسلسلات والمباريات ليس عنده وقت لينكب على كتاب الله في رمضان؟ هل الذي يجلس على المقاهي ويترك صلاة التراويح ليس عنده وقت ليقرأ القرآن في رمضان؟ هل الذي ربما يطالع النشرات والصحف مرة بعد مرة ليس عنده وقت ليقبل على الله عز وجل في شهر يقبل الله عز وجل فيه على عباده؟ ما لهذه القلوب قد قست؟ ما لهذه النفوس قد تبدلت وتغيرت؟ أيمن الله عز وجل عليك وتظل حيا حتى تبلغ شهر رمضان وأنت ربما ترفض المغفرة التي تعرض عليك؟ أيكون في كل ليلة من رمضان عتقاء للرحمن وبعض المسلمين هو لا يريد أن يعتق من النار بما يفعله من سوءات وكبائر وموبقات؟ أيغفر للناس في هذا الشهر ذنوبهم وتخرج أنت من رمضان كما دخلت فيه؟ لماذا هذه القسوة ولما هذه المعاملة مع الله عز وجل؟ أيمن الله عز وجل علينا بشهر من أعظم فضائله أنه أنزل فيه القرآن الذي هجرناه طيلة العام ونهجره أيضا في رمضان؟ إخواني، نحتاج لوقفة مراجعة، نحتاج أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة قبل أن يتصرم باقي الشهر. وفي المعاصرين أيضا خير كثير، ليس هذا الاجتهاد فقط قاصر على السابقين، بل وفي المعاصرين خير كثير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الخير باق إلى قيام الساعة. فهذه امرأة صالحة تتصل على بعض المفتين تسأله عن أمر عجيب ربما أنت تتعجب حينما تسمعه، تستفتيه: هل علي كفارة إذا تركت صلاة الوتر؟ من حرص المرأة على النافلة تسأل: هل علي كفارة إذا تركت صلاة الوتر؟ وأخرى تستفتي بعض العلماء: هل علي إثم إذا قمت من الليل في أيام الدورة وهي حائض تذكر الله عز وجل وتستغفره وتقرأ القرآن؟ هل علي إثم؟ لماذا؟ لأنها اعتادت كل ليلة أن تصلي جزءا من الليل، فهي تخاف إن نامت في أيام الدورة أن يؤثر ذلك على هذا الورد، فهي تريد أن تقوم ولو أن تذكر الله فقط، ولو أن تسبح، ولو أن تقرأ شيئا من القرآن. فقال لها: لا. وثالثة: تزوج فما تترك صلاة الليل حتى في ليلة الزفاف. فماذا عن بعض المسلمين في صلاة الفجر؟ ماذا عن بعض المسلمين في صلاة الفريضة؟ كان الجنيد رحمه الله وهو في سكرات الموت يقرأ القرآن حتى ختم القرآن كله، ثم بدأ في سورة البقرة فقرأ 70 آية، ثم فاضت روحه إلى الله عز وجل. وكان عبد الله بن المبارك يقوم من الليل ربما يقرأ سورة الانفطار ويتضرع ويبكي، فإذا بلغ قول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يقف متضرعا ويقول: حلمك وجهلي، حلمك وجهلي، ما غرك بربك الكريم؟ أيكرم الله عز وجل العبد وينعم عليه بنعمة الإسلام وينعم عليه بنعمة الصحة والمال والولد ثم هو يكون لئيما في معاملته مع الله سبحانه وتعالى؟ وهذا شاب من المعاصرين يأتي لصلاة الفجر في أحد المساجد يصلي النافلة، ثم يشغل الوقت الذي بين النافلة والفريضة بشيء من تلاوة القرآن، يقرأ القرآن ويدعو الله عز وجل، يشغل هذا الوقت بتلاوة القرآن. فلما أقيمت المفروضة قام الشاب ووضع المصحف في محل المصاحف، وبينما هو يريد أن يقف في الصف سقط الشاب في المسجد. فلما انتهت الصلاة اجتمع حوله المصلون وحمله بعضهم سريعا وأتوا بسيارة الإسعاف، وأدخل الشاب غرفة العناية المركزة واجتمع حوله الأطباء، هذا يحاول وهذا يجتهد في إنقاذ حياته وهذا يفعل وهذا يبذل. فكان أن قال الشاب لطبيب الإسعاف الذي كان قريبا منه، قال له بعد أن أدناه منه وكلمه في أذنه، قال له: كل صاحبك هذا طبيب القلب يوفر جهده، فإني والله ميت
وقد أخبروا أنه أصيب بجلطة لو أصيب بها فيل لهدته لمات من فوره. فقال الشاب: كل لصاحبك هذا طبيب القلب يوفر جهده، فإني والله ميت، وإني والله أرى مقعدي الآن في الجنة، وإني والله أرى مقعدي الآن في الجنة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم فاضت روحه رحمه الله تعالى. هذا من المعاصرين، ليس من الصحابة ولا من التابعين. لنفتح الباب أحبتي لنا جميعا لنجتهد في طاعة الله عز وجل، لنستغل ما تبقى من رمضان في حسن القرب من الله عز وجل، لنستغل ما تبقى من رمضان في الإقبال عليه عز وجل، لنستغل ما تبقى من رمضان في محو السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة في الله، هل يوجد بيننا من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد المنبر، فلما ارتقى الدرجة الأولى قال له: يا محمد قل آمين. ولما ارتقى الدرجة الثانية قال له: قل آمين. ولما ارتقى الثالثة أيضا قال له: قل آمين. فلما استفهم الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك، ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله له جبريل، وذلك أن من أدرك والديه أو أحدهما، أو أدرك والده الكبر عنده أو أحدهما، أدرك والده الكبر أو أحدهما ثم لم يدخله الجنة فأبعده الله في النار، ثم لم يدخل الجنة بسبب بره بوالديه فأبعده الله في النار. فقال جبريل عليه السلام: قل آمين. فقال النبي: آمين، صلى الله عليه وسلم. والثانية: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله في النار، قل آمين. فقلت آمين. وأما الثالثة: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله في النار، قل آمين. فقلت آمين. لا تفزع أخي، فإنها حق. جبريل عليه السلام أمين الوحي، أفضل ملك من الملائكة يدعو، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله عز وجل من البشر يؤمن. فما الظن بمن تصيبه هذه الدعوة؟ ما ظنك بمن تصيبه هذه الدعوة حينما يرفض بعض الناس رمضان؟ فإذا جاء رمضان ضاق به ذرعا وضاق صدره، لأنه بزعمه يحجزه عن شهواته ويحجزه عن ملذاته وغير ذلك من المحرمات والمعاصي والعياذ بالله تعالى. بعض الناس لا يقبل خير رمضان، بعض الناس لا ينصلح حاله في رمضان بل يسوء عياذا بالله، بعض الناس يخرج من رمضان وقد ازداد بعدا عن الله عز وجل، ونعوذ بالله أن يكون منا أو فينا أو بيننا أحد من هؤلاء. لكن الأمر يتفاوت، فدرجات التهاون برمضان موجودة عند البعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن البعض ربما لا يحفظ صيامه من اللغو والرفث وقول الزور والكذب والغيبة والنميمة، وهذا ربما يضيع عليه ثواب رمضان. هذا ربما يلقى الله عز وجل، نعم وقد صام وأسقط الفريضة لكن لا ثواب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وقال أيضا: ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. وأيضا: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. فلذا إخواني، لابد أن تكون هذه الدعوة نصب أعيننا، لابد أن تكون هذه الدعوة تخيفنا تفزعنا، كي نستمر على الطريق سائرين إلى الله عز وجل محسنين استغلال شهر رمضان. لابد أن تكون هذه الدعوة دوما توقظنا أن نقع في درك الغفلة، أن نغفل في شهر رمضان المبارك.
قد ذكرت لكم أحبتي في الله في الخطبة الأولى هذه الصور المشرقة لأسلافنا الصالحين في رمضان بعضها وأكثرها في غيره، لأن حياتهم كلها كانت لله تعالى، كانوا سباقين إلى الخيرات حريصين على الطاعات. وها نحن في شهر رمضان وهو يجري سريعا وتنقضي أيامه وتتصرم ساعاته، وكما ذكرت لكم خير رمضان في آخره. فهل كانت منا وقفة محاسبة ومراجعة؟ هل سألنا أنفسنا عن الفرائض؟ هل قصرنا فيها؟ هل تنافسنا في النوافل؟ هل تنافسنا في النوافل أم تكاسلنا عنها؟ ما حالنا مع صلاة الفجر والصلوات الأخرى في الجماعة؟ ومن حافظ على الصلاة ظاهرا هل اجتهد في تكميل الخشوع فيها باطنا؟ أم كان في صلاته ساهيا غافلا؟ هل تذوق لذة الطاعة في رمضان أم هو وغيره من الأيام سيان؟ ما حالنا في حفظ الصيام من اللغو والرفث وقول الزور؟ ما حالنا مع القرآن وتلاوته وتدبره؟ ما حالنا مع قيام الليل والتراويح؟ ما حالنا مع الصدقات وأعمال الخير والبر؟ ما حالنا في إصلاح ذات البين وصلة الأرحام؟ ما حالنا في إتقان العمل ومراقبة الله فيه وتحري الرزق الحلال؟ لابد أحبتي من وقفة محاسبة ومراجعة، فإن كنا قد أسأنا فالفرصة ما زالت أمامنا، والأعمال بالخواتيم والحسنات يذهبن السيئات، وإن كنا قد أحسننا فلنتبع الإحسان بمثله، ولنحرص على استغلال هذه الأيام المتبقية من هذا الشهر الفضيل المبارك، ولنتجهز للاعتكاف التماسا لليلة القدر واجتهادا في طاعة الله عز وجل. إنها ليلة قال الله عنها خير من ألف شهر، ليلة واحدة تزيد في ثوابها على عملي وثواب عملي 83 سنة عبادة خالصة لله عز وجل، 12 ساعة تقابل 83 سنة، يعني حينما تتأمل فيها يخرج لك عظيم ثواب هذه الليلة المباركة، وهي في العشر الأواخر من رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على أن تعتكف العشر، فإن لم يتيسر لك فاعتكف خمسا أو اعتكف أقل من ذلك أو اعتكف ليلة، لا تضيع الخير على نفسك. ولعلها إخواني تكون أيام الوداع، من يدري هل سندرك رمضان مرة أخرى أحياء أم سيأتي علينا رمضان وقد وارانا التراب؟ وإن أدركناه أحياء هل سنكون على الطريق أم ربما تقلب قلب بعضنا؟ من يأمن على نفسه؟ ما 11 شهرا ماذا سيجري فيها؟ نسأل الله الثبات وحسن العمل، لما لا نجعل هذه الأيام كآخر أيام في حياتنا، آخر 15 يوما في حياتي. لو جاءتك رسالة أخي بأنه باق من عمرك 15 يوما ماذا ستفعل فيها؟ لنحذر أن يخرج عنا رمضان وقد استحق العبد البعد في النيران، لنحذر أن يخرج عنا رمضان وقد باء العبد بالخيبة والخسران، لنحذر أن يخرج عنا رمضان وليس للعبد منه سوى الحرمان. نعوذ بالله من الحرمان، ونسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اجعلنا من الفائزين في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران، اللهم اجعلنا من المقبولين المرحومين في رمضان، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وارفع الظلم عن المظلومين يا رب العالمين، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.